شوط ايضا المنطلق والمندفع في هذه اللحظات. شوط الجذاع الابكار والمسافة هي 6 كيلومترات. نتابع وإياكم الجذاع وسن الامتاع هنا، والمسافة هي 6 كيلومترات. ومقدمة هذا الشوط مباشرة إلى المراكز المتقدمة وإلى الصدارة. نتابع هناك في هذه اللحظات العنود لهادي بن محمد بن فيصل الهاجري على المركز الأول في هذه اللحظات. نتابع العنود وانطلاقتها في مقدمة هذا الشوط، منطلقة ومندفعة مع المركز الأول ومع الصدارة. نتابع العنود اللي في هذه اللحظات نتابعها ونتابع انطلاقها بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع هنا المركز الثاني في هذه اللحظات، هناك شعار بالنايفة على المركز الثاني اللي قادمة. هناك غيوض لمحمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الشهواني هنا في هذه اللحظات. المركز الثالث هنا، نتابع الوصول مع المركز الثالث ومن تصنى اللي هي اللي قادمة. هناك أيضا العنود لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين على المركز الثالث، منطلقة ومندفعة مع المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابع المركز الرابع، من تصنى على المركز الرابع، التماس لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات وهيلة لطالب بن سعود بن ناصر العجمي هنا في هذه اللحظات، شعار الفهادي مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة. ونتابع في هذه اللحظات هذا الانطلاق، ونتابع ونعود مرة أخرى إلى العنود، إلى العنود اللي في مقدمة الشوط منطلقة ومندفعة. نتابع العنود في هذه اللحظات مع انطلاقتها لهادي بن محمد بن فيصل المسافرة الهاجري على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط، منطلقة مع العنود بالمركز الأول. نتابعها ونتابع اندفاعة العنود بينما النقلة على المركز الثاني، والمركز الثاني غيوض، غيوض لمحمد بن عبد الهادي بنت رحيب بن نايفة على المركز الثاني. المركز الثالث العنود، العنود وشعار صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع، نتابع المركز الرابع في هذه اللحظات وهيلة لطالب بن سعود بن ناصر الفهادي على المركز الرابع. المركز الخامس نشاهد التماس لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبة مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع وإياكم الانطلاق والاندفاع والأسماء القادمة. شوف الدخول من غزلان لعبد الله بن علي بن راشد المري، قادمة غزلان في هذا الشوط بكل قوة وباندفاعاتها الجميلة هنا في هذه اللحظات. نتابع أسماء أيضا ونشاهد عبر شاشة قناة الريان الفضائية هنا أيضا ما يدور في هذا الشوط والشوط التاسع. ونعود مباشرة مع انتصاف المسافة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والعنود، العنود اللي في المقدمة مسيطرة منذ انطلاقة هذا الشوط وهي تنفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. وانطلاقة العنود في المركز الأول نشاهدها ونشاهد انطلاقة العنود هنا مع المركز الأول والصدارة في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، نعود إلى المركز الثاني ونشاهد هناك غيوض، غيوض لمحمد بن عبد الهادي بنت رحيب بن نايفة على المركز الثاني، منطلق مع غيوض اللي في المركز الثاني هنا في هذه اللحظات. نشاهد عبر هنا عبر الشاشة، شوفوا الفارق، شوفوا الفارق مع العنود المندفعة عن بقية المراكز. العنود، يا السلام يا العنود اللي في المقدمة وفي صدارة هذا الشوط. بينما نعود إلى الإذاعة هنا نتابع المركز الثالث العنود، هناك أيضا العنود لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين مع المركز الثالث. المركز الرابع، نشاهد المركز الرابع هنا الوصول وأول ندى في هذه اللحظات لأبعاد نايف بن محمد بن ترحيب بن نايفة على المركز الرابع هنا في هذه اللحظات. المركز الخامس هنا وهيلة لطالب بن سعود بن ناصر الفهادي في هذه اللحظات على المركز الخامس. شاهدنا وياكم الخمس المركز
المراكز الأولى، وبنعود إلى العنود، العنود اللي في مقدمة الشوط في المركز الأول في الصدارة، نتابعها في هذه اللحظات لهادي بن محمد بن فيصل الهاجري في هذه اللحظات مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مع الصدارة، نتابعها والمركز الثاني غيوض يا سلام يا غيوض اللي على المركز الثاني، نتابع انطلاقة غيوض في هذه اللحظات وتشكل خطر كبير. يا سلام يا غيوض هنا بشعار بن نايفة، بشعار بن نايفة محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة قادم بكل قوة. المركز الثالث العنود مع صايد الرموز منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين مع المركز الثالث، المركز الرابع وهيلة قادمة في هذه اللحظات على المركز الرابع بشعار الفهادي مع طالب بن سعود بن ناصر الفهادي. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات هنا قدوم آخر من اللي واصل أبعاد نايف بن محمد بن ترحيب بن نايف، ولكن أرى شبه تصل في هذه اللحظات، هنا نتابعها صاحبة سيارة في مهرجان الأمير الوالد وصاحبة نقطة في المحلي الماضي. يا سلام هناك شعار قادم شعار ناصر بن سعود، يا سلام مع سلمة ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الشافي قادمة سلمة لا محالة. هنا في هذه اللحظات هناك في لأحمد بن عيسى بن حمد الكعبي، يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي والمنافسة القوية. ولكن نعود إلى العنود، يا العنود الجماعة واصلين، يا العنود هنا في مقدمة الشوط منطلقة ومندفعة، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة مع العنود يا سلام غادرت العنود، ما شاء الله تبارك الله، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير والعنود، العنود اندفعت العنود في المقدمة وفي الصدارة مع هادي بن محمد بن فيصل الهاجري. يا سلام يا العنود، يا سلام يا العنود، تقوم راس وتنتهي راس، شاهد العنود اللي اندفعت اللي انطلقت في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ولكن غيوض قادمة مع المركز الثاني، غيوض على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات، نتابعها بينما المركز الثالث نتابع هناك اللي هي ايضا شبه قادمة بشعار ايضا بن حويل، ولكن الله يا سلام يا سلام يا التحدي والمنافسة القوية والإثارة والمتعة. ولكن نعود هنا في هذه اللحظات إلى العنود في مقدمة الشوط، العنود الله يا العنود على هذا الأداء، على هذا الانطلاق، على الاندفاع، العنود يا سلام على هذا الانطلاق، انطلاقتها هنا في مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، على هذه المقدمة، تقوم راس وتنتهي راس، سلام وتحية واحترام لمالك العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري، سلام على هذا الفوز. ها هي تشاهدون وهي تصل بكل سلام وأمان، تقوم راس وتنتهي راس، سلام يا راعي العنود، سلام هادي بن محمد بن فيصل الهاجري، تهانينا وناموس. المركز الثاني وأفضل توقيت، التوقيت يتحطم أيضا مع العنود، المركز الثاني غيوض محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة، المركز الثالث رهب بن راشد بن بطي الزعبي، المركز الرابع شبه عبد الله بن علي بن عبد الله بن حويل، المركز الخامس وصلت هنا الطيارة ركام بن حزام بن محمد بن راشد المري، شاهد العنود، مرحبا بقدوم العنود إلى خط النهاية، والتوقيت باي باي مع 9 دقائق 12 ثانية 45 جزء من الثانية، تهانينا لمالك العنود هادي بن محمد بن فيصل المسافر الهاجري، تهانينا على هذا الأداء والتميز، تقوم راس وتنتهي راس، سلام وتحية واحترام مع هذا الفوز. المركز الثاني نشاهد هنا غيوض، توقيتها 9 دقائق 15 ثانية 92 جزء من الثانية، تهانينا لمالك غيوض محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الهاجري على هذا الفوز. المركز الثالث تصلنا في هذه اللحظات هنا وصول أيضا اللي وصلت اللي هي رهب اللي 9 دقائق 20 ثانية 18 جزء من الثانية، تهانينا لراشد بن بطي الزعبي، تهانينا والناموس.